طب ايه رايك بقى ان انت اللي هيتعمل لك المحضر ده؟ هو انت بتتكلم على مين؟ ليلى خضير. قوم بدل ما ادفنك مكانك حي. طب ايدك طيب. لو قربت لها تاني هاجي لك. هو انت كنت جاي تعمل محضر لمين؟ لواحد اسمه ليلى عبد السلام. احكي لي بقى حكايه ميشا. احكي لك يا باشا. اهلا يا عم غريب. سعاده الباشا سيف عايزك ضروري. قولي لي بقى ايه حكايه ميشا؟ كان متقدم لي وهتجوزني يا باشا. طب وشعبان كان موافق؟ اي اخ في الدنيا يتمنى يستر اخته يفرح بيها يا باشا. انت هتودي نفسك في داهيه وببلاش. الظابط سيف قابلني النهارده في النادي. ما هو انا مش ههدى واسكت كده غير لما افهم في ايه. واحد كان عامل لي مشاكل وكنت عايز ابعده. هو اسمه ايه اللي مضايقك؟ اسمه ليه؟ ليه؟ ايه؟ تعرفي؟ لا خالص، انا بس مستغربه الاسم مش اكتر. احكي لي بقى على كل التفاصيل. مفيش حد يعرف موضوع ليل وانجي غير ثلاثه، انا وابراهيم وشعبان. في رامي ورامي له ام، وفي انجي، وفي رجاله شعبان. يعني الحكايه هيصه والموضوع هيتوه وسطه. اخبار موضوع رامي ايه؟ لا رامي كفاءه وبيعمل شغل زي الفل. هي مش مدام دينا قالت لك فاضل تعمل انت اللي عليك؟ اوامرك يا باشا. انت جننت؟ ايه اللي انت عملته ده؟ اللي جوه دي اللي هيتوه وسطه. المره دي ليه هقتلك ويقتلني معاك؟ بس قول لي بقى انت ليه محروق من الليل قوي كده؟ انا كنت متجوز تقريبا. على كده بقى انا لو ضربت طلقه هنا محدش يسمع. المكان هنا هادي ودي الشقه الوحيده المسكونه في العمر. رامي خطف انجي من برضه الراجل ده لحم كتافه من خيره؟ لا لحم كتافي من دراعي. سخص على المرجاله يا صاحبي. دي ليه انا؟ الله يحنن عليك. شيلها كروان. يلا أمن الكروانة العربية. الله يحنن عليهم. يلا كروان يلا. سلامة عسعوسة كتيتي. أهلا يا شعبان. تصدق كده مش حلو، يعني انا يا زمال اطبخ الطبخه وانت تيجي ترش عليها تراب. انت عارف التيت يا شعبان ما بحبش اللوكلوك كتير. يا تخلص يا توريني عرض قفاك. ملاش لازمه انا وانت نضيع فيها. على وضعك يا صهيوني، ما دام استبينا يبقى مننا وعلينا. اوطم الموس على الرخامه يا صاحبي. تشكر. مش برضو الراجل ده لحم كتافك من خيره؟ لا لحم كتافي من دراعي. وبعدين اللي بيني وبين الليل مالكش فيه. تاخد كام وتهبق من هنا. سخص على المرجاله يا صاحبي. دي ليا انا؟ الله يحنن عليك. يلا يا كروان. بوظتها لابراهيم. زمان الخبر وصل له هيتجنن. عارف يا عاصم انا ليه ما قتلتش ليه لغايه دلوقتي؟ لاني عارفه قد ايه ابراهيم بيخاف منه. ده غير طبعا ان انا لازم اجيب لك حقك، بس بمزاج. بص
شوف بقت حلوة ازاي كده. عاصم عاصم ارمش تاني عشان خاطر عاصم عاصم عشان خاطر يا عاصم ارمش تاني. في حاجة؟ فاطمة رمش رمش يا فاطمة صحي الدكتور حالا. طب ما هو بقاله 3 ايام بيرمش والحالة زي ما هي. معلش يا فاطمة اسمعي الكلام الله يخليكي. يا مدام نبيلة انا معاه بقالي سنين ومتابعة الحالة كويس، وبعدين حضرتك كل مرة تيجي المستشفى تطلبي الدكاترة والحالة زي ما هي، ايه الجديد يعني؟ مسيره في يوم هيفوق. بس انا خايفة عليكي، مش عايزاكي تضحكي على نفسك. في حالة فاقت في انجلترا بعد 12 سنة وصحي وعادي خالص كأنه ما كانش في أي حاجة. إن شاء الله خير. طيب أنا هعمل إيده تاني. على فكرة يا فاطمة ريحته مش عاجباني. طب والله العظيم أنا بعمل كل اللي حضرتك بتقولي لي عليه، بحميه كل يومين وبسيب كمان دقنه وضوافره عشان عارفه ان حضرتك بتحبي تعمليها. ماشي يا فندم روحي انت. هو في ايه؟ ربك يسترها علينا. بتعمل ايه؟ بربطه احنا مش قده ده لو فك. ما انا عارفاه يا اخويا، كان بيجي لشعبان الحاره وكان بيجري وراه وخليه يستخبى زي الفار. ربك يسترها علينا. ومالك انت ومال المصيبه دي؟ جايبها لحد هنا ليه؟ ما تخافيش، حماده اللي قال لي وهيعدي ياخده من هنا بكره الصبح. وحماده نيلة بتاعك ده ما خدوش عنده البيت ليه؟ ولا هي كل مصيبه يرميها عليا انا هنا؟ انت بقى كده شكلها هربت منك، ده بيتي وانا حر فيه وانت تمامك زيه هنا ضيفه، ماشي؟ يا بختك المنيل يا ساميه، يعني انا اطلع من حفره في دحديره والله شكلي كده هتحبس على ايدك انت وحماده النيله بتاعك ده. ما تولوليش على اخر الليل، انا مش عايز وش خالص السعادي، فاهمه؟ بقول لك ايه، انا شكلي كده يا كروان هسيبها لك وامشي. ياما الباب مفتوح، تحب افتحه لك بزياده؟ طب هات فلوسي يا حبيبي وانا غرف 60 داهيه. دي فلوس شعبان يا حيلتها، وساعه الجد هياخدها مني انا وحماده وانت هتقلبي لي فيها فرخه بكشك. سنتك سودا. بقول لك ايه يا كروان، لا يكون يا حبيبي عقلك صور لك ان انت ممكن تسرقني انت وحمادة التيتي بتاعك ده. لا يا اخويا، ده انا صوت والم عليك من حته بحال. اكتمي نفسي خالص لغايه ما نخلص من المصيبه دي، فاهمه؟ يا ترى مين اللي بيخبط في البيت ده؟ لا يكون حرامي. حرامي اللي بيخبط على الباب بره. ايه رايك؟ شوف مين بابي. انت كنت فين؟ يا حرامي عايزة ايه يا سامية؟ سامية؟ وعرفتني ازاي يا اختي؟ من عينيك اللي تدب فيها رصاصة. عايزة ايه يا مراجيع؟ ولا جاي على اخر الليل بقى تعملي فوازير شريهان؟ يا اختي ولا نيلي ولا شريهان، انا عايزة ليلى نايمة. خشي صحيها، عايزاها ضروري. طب خشي تلقح. هي تعبانة أوي من ساعة ما رجعت. أنا بس هاخد منها كلمتين وبكرة تجي لي المكتب. طب أرجوك ما تقلش عليا في الكلام ده. كفاية اللي هي شافته. ما تقلقش انا مقدر حالتها. اهلا مدام انجي. ليلى قتل رومي. قتل رومي. رايحة فين يا ليلى؟ مشوار مهم. ساعة زمن وراجعة طوالي. ده مش بيت بقى، ده بقى مراجيح مع سامية مراجيح.
ومالها بقى يا حبيبتي ساميه مراجيح؟ شبهة ولا شبهة؟ ولا تكونشي خطفت راجل من على مراته وتجوزته بالعافيه؟ انت تخرسي خالص، انا بكلم بنتي بدل مرقع صوت يطلع لك شعبان ويخمس بدمك على الحيطان. لمي الدور يا امه، في ايه؟ ما هخرجك مع ساميه دلوقتي يبقى اكيد شي مصيبه. سايق عليك النبي حبيبك، ما تطلعي زهقك عليا، ربنا يحرسك كده ويرجع لك مستر اشرف. يا رب يا اختي يا رب يرجع. يلا بقى اسمتي كمان. هما كهربوني وادوني مخدر. معلش بس عشان انا مش فاهم، يعني مين اللي عمل كده بالظبط؟ الدكتور والممرضة. ودول ايه علاقتهم برام؟ هما كلهم متفقين عليا، ولو مرامي حب ينقذني للقتله. طيب لحظة بالراحة عليا، بس مين اللي متفق مع مين بالظبط؟ مختار، نديع، ليل، دكتور، الممرضة. يا مدام انجي، مختار ونادية دول ابوكي وامك؟ لا دول شبههم، هما عاملين عمليات تجميل كده عشان يبقوا شبههم. طيب خلينا في اللي انت شفتيه. انت شفتي ليل بيضرب رامي بالنار؟ فاكرة ان انا صحيت من النوم لقيت نفسي في شقة رامي، وليل مرمي كده على الأرض ورامي غرقان في دمه. بس على فكرة دي غلطة الممرضة، دي اللي ادتني مخدر. ايه دي يا مدام ماشي، وبكرة إن شاء الله نتكلم. لا بس انت هتقبض على ليل، عشان ليل هو اللي خد الفريد، هو اللي خدها، هو اللي خدها. ايه دي؟ ليل هو اللي خدها. يا اقطعني يا مستر ليل. يلا بقى بسرعه كده، شدوا حيلكم قبل ما يجي حد ويشوفني. اقطعني اقطعني. يلا 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 اخلعوا من هنا بسرعه. يلا بقى يلا يلا. استنوا هنا، رايحين فين؟ انت نسيتي اللي اتفقنا عليه ولا ايه؟ عايزه فلوس؟ لا لا، يعني لما اخذ كده تديها لكمية، قال يعني انت مثلا هربت نفسك وانت اللي فكيت روحك وكده يعني. او النبي، اصل انت ما عملتش كده هيشرحوني. وبعدين ما تخافش يا باشا، انا ياما خدت عقله قبل كده. اديها بالجامد. مين؟ مش مهم انا مين دلوقتي، المهم ان ليل في خطر ولازم اقابله. انا اسف، انا عارف ان الوقت متاخر، بس انا مش هينفع استنى اكتر من كده. ادخل. ايه؟ ادخل يلا. حاضر. يلا ادخل ادخل يلا. انا داخل. اقعد. انت مين وعايز ايه؟ انا اسمي باهر وبشتغل صحفي، بس هو انت ممكن تنزلي اللي في ايدك ده عشان ما تدوسيش عليه بالغلط ولا حاجه؟ بعرف استعمله كويس. ايه الخطر ليه في ليل؟ وانت عرفت منين؟ اصل ليل متهم بجريمه قتل، وانا سيف بيه الصواب يبعتني عشان احذره. ايه وبعدين؟ كمل. ممكن بس تنزلي اللي في ايدك ده عشان نعرف نتكلم؟ بقول لك كمل. هاتوا بقى ده. مساء الفل يا سيف باشا. والله زمان يا تيتي، بقالي زمان ما شفتكش. واضح يا باشا انك ما تستغناش عني ابدا. ركبوه. قول لي رجالتك يا باشا، انا عارف سكتك. يلا اصل يا باشا. يلا يعني رامي اتقتل؟ انا اللي اعرفه ان في مشاكل ما بينكم. تقصدي انا ورامي متطلقين، فطبيعي يبقى في بينا مشاكل. بس مدام سناء بتقول ان في مشاكل كمان مع ليل، ان هو سرق الذهب، وان ليل كمان كان ليل. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. بعدين انت جاي تحقق معايا ولا جاي تسال على ليل؟ انا ما اقصدش والله، ده فضول الصحفي بس. بس هي حكت لسيف
انهم عملوا معاكي حاجات تعليق ذهب. هي تقول اللي هي عايزاه، بس هي بتتهمني انا ولا بتتهم ليلى؟ مدام انجي بتقول انها شافت ليلى وهو بيقتل رامي. انجي من يوم موت فريد الله يرحمها وهي دماغها تعبانه. طيب نرجع للسؤال الاولاني، ليلى فين؟ وهي نفس الاجابه، ما تغيرتش. معرفش. انا متشكر قوي يا ليلى، بس ما كانش في داعي تعرضي نفسك للخطر كده علشان. انا اعمل اي حاجه علشان، وبعدين ما انت عملت ده قبل كده، يعني خيرك سابق. بص مش هو ده السبب، يعني انا عارفه ان انت حاجه كبيره قوي، وعارفه ان انت من دنيا تانية غير الدنيا اللي انا فيها، بس القلب وما يريد. انا مقدر احساسك ومشاعرك كويس، بس انا ربنا اختارني ان انا اعمل حاجه تانية اكفر بيها عن ذنوبي، علشان كده قلبي مقفول. ما انا كفايه عليا الكلمتين دول، مش عايزه حاجه اكتر من كده. مش عايزه استغل مشاعرك وحاسيسك الحلوه دي، مش عايزك تتعذبي معايا. ومين قالك ان انا بتعذب؟ ده البسطه في عينيك تسوى الدنيا وما فيها. عشان كده لازم تبعدي، لازم نبعد عن بعض وما نشوفش بعض تاني. انت ليه عايز توجع قلبي؟ عايزك تكملي حياتك وتعيشي، مش عايزك تربطي نفسك بحد موعود عليه حاجه تانيه. يلا يا ليلى روحي. حرام عليك، يعني انا غلطانه ان انا قلت لك؟ غير ما تقولي، انا عارف اللي بطلبه منك صعب، بس صدقيني ده احسن لك. يعني انا مش هشوفك تاني؟ ايوه. اسمعي الكلام بقى، يلا. طب انا هسمع الكلام بس بشرط ان انا اقضي الليله دي معاك لحد ما اوصلك البيت. نفسي ما انساش الليله دي ابدا. ماشي، انا هاخدك معايا اكتر مكان قريب لقلبي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل قلب وله امتحان نختار فيه الصح من الغلط. ربنا يقوي، بس أنا امتحاني صعب قوي قوي وعشمي فيه كبير. وهو ما بيردش عشمان، اسأليني عنه، ده حبيبي. الله، كلامك حلو قوي يا رب. قومي اتوضي وصلي ركعتين لله. ماشي. يلحقوا كمين هيمسكوك. تصرفي الطبيعي، انا مديرك في الشغل وموصلك عشان الوقت متاخر. حاضر. رخصك. اتفضل. اتفضل حضرتك على جنب. هيركنونا ليه؟ ما يشوفوا الرخص ويمشونا زي بقية العربيات. بس اركن بعد كده انزل اشوف. استر يا رب. اعزف مكانك.
قد كده المقال مؤثر فيكي؟ صعبان عليا يا عبد الحميد ده. ربنا يصبر أمه وأبوه. إزاي واحد عنده كل المؤهلات دي وفي الآخر ما يشتغلش عشان ما عندوش واسطة؟ سلم إيديك يا ابني في اللي كتبته. شفت ليل إزاي بيوديك للصح؟ ساعده حبيبي، ساعده في الحق. طب ما على فكرة أنا حاولت أساعده ورحت لأخته وقلت لها، أعمل إيه أكتر من كده يعني؟ يا ابني لا كان يعرفني ولا يعرفك، بس شاف دموعي قام وجاب لك حقك، تحسبه عند ربنا. عندك حق، بس أنا برضو يعني عقلي في حتة وإحساسي في حتة. أنت عارفة ليل ده بيشتغل إيه؟ راجل بيساعد الناس ويبقى سند وظهر للي ملوش سند وظهر. أنت بتتكلمي عن ملاك في زمن الشياطين. على فكرة سيف بيقول إن هو يعني شغال في، هو مش سيف هو اللي بعتك ليه عشان تساعده؟ يا ابني خوفه من ربنا باين في عينيه، أنا حاسة بيه. حاضر، هساعده عشان خاطرك. نروح اغير بقى. يا باشا قصة رامي دي انا عندي اخرها، لكن بقى لو سعادتك بتدور على اولها عليك وعلى شعبان. قولي بقى ايه الحكايه بالظبط، وشعبان شفته فين؟ انا جالي تليفون من الست وقالت لي اروح اجيبك من شقه رامي قبل الحكومه ما تكبس. وانا طالع بقى قابلت واحده بس كانت زبونه قديمه عندي. مين دي؟ فعش يا باشا كده ما يبقاش اصلي. حمادة انا دلوقتي ما بقتش عارف مين مع مين، بس اني على الدور. دي يا باشا الست اللي كانت عايزاها نقتل لما اخذ الست نيرمان اختك، اسمها انجي. انجي؟ واللي كانت بعتها لي مدام نبيل. كمل. وانا واخدك ونازل لقيت شعبان عامل لي كمين تحت ورفع علينا السلاح وكانوا عايزين ياخدوك يا باشا. الرباط اللي كان في البيت ده كان عشان خاطر الست نبيلة. الست نبيلة قالت لي انها عايزاك صاغ سليم، بس تسليم اهالي متكتف ومتربط اصلي يعني. زعلش يا باشا ده شغل. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تجهزي فلوس وهدوم ليلى عشان لازم يختفي الفترة الجاية. يا سلام، ليه بقى؟ عشان كل الأطراف اتفقت عليه. واضح إنك مش متابع، ليلى اتقبض عليه، وأنا رايحة دلوقتي أجيب له محامي. طيب ممكن تسمعي كلامي وتطلعي تجيبي الحاجات دي وتثقي فيها شوية؟ أنا ما أعرفكش عشان أثق فيك. أنا عارف إن الفترة دي صعبة إن أنت تثقي في أي حد. بس أنت مضطرة. بص بقى، إذا كنت بتعمل مصيدة الليل فأنت عمرك ما هتعرف ممكن تعمل. طيب ممكن تسمعيني؟ أنا همي على ليل زيك بالظبط. وما بطلبش منك حاجة صعبة، فبعد إذنك لو سمحتي اطلعي هاتي الحاجات عشان لازم أروح دلوقتي. يلا يا ناريمان. كمين ومعمول لك. رامي قبض فلوس عشان يهرب إنجي، يبلغوك بمكانها فتروح تلاقي حد مستنيك. كده يبقى فاضل إيه؟ أنا كده براء. فاضل نسبة الكلام ده كله وكل الملابسات اللي ضده، خصومة بينك وبين رامي، طليقتك اللي شهد على وجودك، ده غير أثرك اللي في البيت. يعني أنا كده قدام القانون أنا اللي قتلت رامي. بص يا ليل، أنا ممكن أمسك حمادة تيتي أخليه يقول كل اللي عنده، بس للأسف شهادته مجروحة بصحيفة ثوابه. خلاص يبقى قضاء ربنا وانا راضي بحكم. طبعا كله بامر طبعا، بس ده ترتيب وتخطيط ابراهيم الجيار او نبيله الطنطاوي او الاثنين مع بعض. دول الاثنين اللي القانون كله مش قادر عليهم، عشان كده انت وجودك مهم. مش فاهم. عسكري شلبي. تمام يا فندم. اوصل لغايه السيف وجيب لي صحيفة السوابق حمادة التيتي. دقيقة واحدة يجي عوض بس يا فندم. مش هستنى حد، روح على طول. تمام يا فندم. طيب أنا هوصل لغاية مكتب المأمور
خليك مكانك ما تتحركش. اوعى تنتهز الفرصه ان مفيش حراسه على الباب. ها؟ اه بس انت كده. انا عارف انا بعمل ايه كويس. خلاص بقيتي وش اسام كل يوم التانية جاي اختك من اسم. مين هيبص في وش التاني؟ مين؟ ارحميني من كلامك اللي يسم البدن ده، ارحميني. يلا يا ست خديها وامشي. حاضر يا اخويا. قدامي يا معدولة. انا بس عايزة اعدي على ليل في الحجز اطمن عليه. قسما بالله لو مشيت قدامك يلا صوت ولم عليك الناس وقول انك سرقتيني ورجعك الحجز تاني. تعملي هي كمان يا ما انا عارفاك. لا عارفاك كمان. كمان بتجري ورا الراجل في الاسام عايزة منه ايه؟ بينك وبينه ايه؟ ارحميني يا ام عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت عارفة اني كويسة. عارفاك وعارفة مين اللي ممكن تعمليها. والمصحف ياما لو ما بطلتي كلامنا كون رقابة صوت الحياني وصراحة. مستنيه انت ايه خرجت من الحجز ولا ايه؟ مش وقته يا ليلى مش وقته. اسكتي يا بس. سكتي امك سكتيه. سيبك منها بس خليك معايا. اسكتي يا ليلى. هو انت بتجي تاكس تاكس؟ هو انت هربان؟ انا مظبط مع سيف اركب بسرعه. مين ده يا مستر ليه؟ يلا. انت بقول لك ايه؟ اطلع وراهم يا اسطى. اوعى تسيبهم بسرعه بسرعه.